في هذه الحلقة من مواتر، رابيد الجديدة كلياً من أستون مارتن لعشاق السيدان، SLS الرقم الصعب من عائلة المرسيدس، كشخة الأول حالاتها مع البيوت. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا وسهلا فيكم مشاهدين ومتابعين برنامج مواتر في حلقة جديدة في عالم المواتر. في برنامج مواتر دائما في كل حلقة نجيب لكم موتر كانه موجود وتنتظرونه نجيبه لكم عشان تتعرفون عليه أكثر، وإذا موتر ما تعرفونه إحنا اللي نعرفكم عليه وتأخذون علومه. أكيد بسعود، طبعا في البداية نبتدي فقرتك اللي هي فقرة الفخامة أو الفرويل، ايش عندك في هالحلقه ان شاء الله؟ ايش محضر؟ موتر ان شاء الله فخم مشاهدينا. الغريب انه من شركه 99% من مواترها تصنع مواتر سبورت فخمه، لكن في معرض فرانكفورت الدولي سنه 2010 نزلت موتر 4 بيبون. خلونا نشوفها مع بعض وتعلق علي انت يا محمد، انت ما تخلي تعليقاتك. وين، في اوروبا ولا؟ الموتر أوروبي. نعم، خلينا نشوف. محمد، هالموتر أنت لو دققت فيه شوي بتقدمه بدالي، فخلك مع المشاهدين تعرف على الموتر. أستون مارتن رابد من فئة المواتر اللي ينقال لها الكوبي 4 بيبان. الموتر هذا مثل ما تشوفون قصته، للي يعرف للأستون مارتن بيقول هذه والله وايد تشبه الدي بي 9 من حيث الوجه، الخلفية أو حتى القصة. فتحة الشبك الكبيرة هذه، الفتحات اللي في البانة، الفتحات اللي في الرفارف، لأن الموتر مكينته 12 سلندر 6 لتر، قوته 558 حصان. الموتر نفسه أنا أقدر أقول إنه سبورتي بحت، لأن تشوفون شكل الرنجات، تشوفون البريكات واضحة من برا، الديسكات هذه اللي مخرمة، ديسكات البريك الكبيرة أو الكاليبر على قولتهم. الموتر يجي 6 جير، سواء كان جير اوتوماتيك أو في الاف 1 أو اللي نقول عنه في السكان. الموتر عندكم دفع خلفي، يقولون الفتحة تزيد وزن على الموتر وتأثر بشكل أكبر على الانسيابية. مخططين حق الانسيابية بشكل متقن، يعني من قصة البانة، السقف اللي ما فيه فتحة، وحتى الشنطة مسوي لها قصة على شكل جناح. رفارفة المنفخة من وراء، هذه حركة معروف فيها الاسبورت. تكلمنا عنه من برا، آخذكم لداخل اللي أحلى شيء في هالربد داخلها أكثر من برا. على فكرة عجبتني حركة الباب هذه، هذه اللي تذكركم بقبضة شناط السفر، مسافرين ولا شيء تسحبونها وراكم. عجبتني الحركة في الباب. الموتر من داخل كراسيه سبورت اللي قدام واللي ورا، عندكم الداخلية وهذه حركة تختص فيها الأستون مارتن. حتى اللي ما يعرف الأستون مارتن بيعرفها من اللي هو انجيج الار بي ام او الضغط، انه يتحرك بعكس عقارب الساعه. الداخليه الجلد اللي مخيط يدويا، الشموع اللي ملبس من فوق، الموتر ديكوره من داخل جدا عصري، لكن الحلو فيه حركه الجير. اول ما واحد يركب الربد اول مره يدور الجير عنده اذا بيحرك فيها، لكن الجير موجود
على الطابلون نفسه عندكم الدي الان والار والبريك، هذا الجير اوتوماتيك طبعا، اذا تبونها جير عادي مع السكان بالضبط. تشغيلها متعب حد ذاتها، يعني تحسون انكم في مختبر، مبطلين مختبر سري. ضغطة زر الحين نجي للمهم، للقعدة اللي ورا. طبعا اذكر المشاهدين ان طولي 175، فيبين شلون الدخل الموتر والقعده فيه والطلعه منه. لاحظتوا شلون حشرت في الموتر؟ طبعا هذا قعدتي حاليا، ما اقدر امد رجلي قدام، لكن اقدر اقول انها مثلا حسنه ان انا قاعد سيده واطالع الشاشه قدامي، حيث ان عليها شاشه على كل كرسي. شرحتها لكم من داخل والدخول فيها، لكن بعد لازم تشوفون طلعتي منها شلون. ذكرتكم في شنو؟ في سباق ال 100 متر اللي يوصلون لخط النهايه ويسوي كذا مره واحده، او في القفز الطويل اللي يجي يركض 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 بعدين يمط نفسه وجسمه قدام. على العموم ما فيها مانع اذا تمارسون بعض الرياضه اللي ركبتوا ورا، ولازم رايي الشخصي في الموتر. الموتر على كبر مكينته 12 سلندر 6 لتر، فعلا المفروض لازم يطلع اكثر. الموتر تقريبا وزنه نوعا ما ثقيل. السعر رابد اس 950,000، شاري الصناعه العريقه، شاري التصنيع اليدوي الكل الموتر من داخل وبرا عدا الريبوت اللي ينزل الماكينه. في ذمتك محمد، ما حبيت انك تقدم الموتر بدالي؟ موتر حلو يعطيك العافية بسعود، بس أنا ما بيقدم يعني. والله محمد موتر 12 سلندر قصة سبورت، ماخذينه من الدي بي 9 أو الدي بي اس. حلو، شفته من داخل موتر سبورت، قاعدة سبورت يعني. موتر حلو، بس في الأستون مارتن أنت رحت حق الأربع بيبان اللي هي الرابط صح؟ نعم. في الموسم اللي راح أنا طيبت خاطري من الأستون مارتن وقدمت زقاتو والفيراج وكذا موتر، يعني طيبت خاطر من الاستون مارتن، تبي تقدم انت للرابد عليك بالعافيه بسعود. كما تعودنا من محمد مشاهدينا ما يعجب العجب، دائما يطلع الامور السلبيه ولو انه هو في داخله معجب في الموتر، وهاي في الكواليس تكلمنا عن هالموضوع. على العموم ما نضيع وقت، عطنا اللي عندك يا محمد. اللي عندي ما بعت من عندك، طلعت من بريطانيا رحت المانيا، بالتحديد في منطقة شتوتغارت. حسيت انك في اجازة الصيف رايح طالع من بريطانيا من النفق اللي تحت البحر، ما ادري شو اسمه، ورحت. لا رايح بقطار انا. قطار؟ ايه اسرع. مع البحر ها؟ ايه. انزين شو الموضوع؟ فاخترت موتر سبورت. موتر يعني العالم قد شافته، بس الاصدار اللي انا اخذته او اللي اخترته اصدار مميز وحلو. وراح يعجب ان شاء الله المشاهدين ويعجبك يا ابو سعود. ان شاء الله. مشاهدينا ننتقل ونروح نشوف المرسيدس اللي اخترته لكم ونرجع لكم. في فقرة السبورت مشاهدينا في هالحلقة راح نرجع شوي ورا في السيزون الأول، وبالتحديد في حلقة المرسيدس. في حلقة المرسيدس بسعود تكلم عن المرسيدس الصالون السبورت الفرويد، وطبعا كان مرور الكرام على السبورت، ما عطانا قوته شلون تكون في التجربه، ولكن عطانا اللي هو شكل الموتر وحلاوه الموتر. الموتر اللي جبت انا لكم في هالحلقه اللي هو الاس ال اس ام جي 2012 الكشف او الريدستر. مهندس الالمان حبوا يحيون ذكرى الاسطوره اللي هي 300 اس ال، وفعلا في عام 2010 رجع لنا هذه الأسطورة
مع الاسلس اكس 3، ولكن بالموتر اللي هو كان الكوبي في عام 2012، كان اول ظهور حق الريدستر او الكشف في معرض فرانكفورت في عام 2011، وفي اخر 2013 راح يكون اول ظهور حق الاسلس البلاك سيريس، واللي تميز بلونه اللي هو الاصفر. نبتدي في شكل الموتر من قدام، لتات الموتر، شبكه، طريقته، انخفاض الموتر من قدام اللي يساعد الموتر حق السرعات العاليه ويتجاوب معاك اكثر. جوانب الموتر اللي هي تتميز بفتحات القرش اللي عليها 63 او علامه 63. قصه الموتر من الخلف ايضا اللي هي صغيره وملمومه. بعد ما تتعدى سرعه 100 يطلع الجناح اوتوماتيك، وهذا اللي يساعد الموتر على ثباته على السرعات العاليه. غطى الموتر في فتحتين اللي هي تساعد على تبريد المحرك وقت الاستخدام الطويل في الحلبه او على طريق عام. وطبعا هاي الوحش اللي هو الاسلس 63 يحتاج حق بريكات قويه. شركه الام جي لبت هذا النداء وحطت له افضل واقوى بريكات عندها حق هالوحش. عندي حق قلبه النابض اللي هو ماكينه الموتر 8 سلندر 6.3 لتر 563 حصان 479 تور. الجير اللي هو مؤلف من 7 سرعات، عندك الخيار الرياضي والخيار العادي. اللي هو جلد كامل، بس اطرافه اللي هو وقت التباديل او صوب التباديل اللي هي بالشموا، وهذه اللي تساعد ان اليد تكون ثابته وناشفه حق التباديل وما تكون مبلله او معرقه يدك وقت ما تمسك السكان لفترات طويله. والمميز في الموتر هذا انه مطعم بالكربون فايبر في كل مكان. المواصفات اللي داخل اللي حطتها لك شركه الاي ام جي اللي هي متعة السواقة الرياضية. متعة السواقة الرياضية تكون شلون؟ تكون بالوضع العادي، وضع الحلبة، الوضع اللي رايحك انت تختاره، سواء كانت السواقة في طريق عام او في سواقة في حلبة. اذا كانت في طريق عام طبعا عندك اللي هو خيار الكلاسيك اللي هو احد خيارات السواقة في الموتر، بتحط على وضعية الكلاسيك وبيكون السواقة جدا عادية، الصوت عادي. خيار الحلبة طبعاً بيختلف وايد، بنحط على وضعية الاسبور، عندنا اللي هو زر الجنبين نضغطه مرتين، الجنبينات اللي قدام واللي ورا، لو ولا عندنا الليتين معناته ان الجنبينات اللي قدام واللي ورا جاهزة حق الاختبار. نجرب ثبات الموتر ونشوف شلون في اللفات. ما شاء الله، احس ان الموتر الوزن فيه موزع والموتر فارش على الارض. طبعا مشاهدينا جربنا الموتر من الصفر وشفنا شلون كيف كانت قومته، يعني رجعنا من المرسيدس الاس ال اس، واول سؤال حق محمد، ما بقول سؤال، انا الموتر عجبني، ليش اللي عندك صوته غير عن اللي عندي في الموسم الاول؟ انت اللي كان عندك اس ال اس 63 وانا نفس الشيء اللي عندي اس ال اس 63، بس اللي عندي عليه باكج بريفورمانس اللي هو اكزوز مكزوز من الوكاله، هاي من ضمن الباكج اللي هو صاحب الموتر طالبهم. الموسم الاول انا يوم قعدت في الموتر ما ارتحت في القعده، غيرنا مصندق
عرف دخل وطلع شوي. السبورتات اللي عندك لازم تنزل وتسبح او تزحلق، المهم انه لين توصل داخل اريح. هاي بطل الشتر يبا، ولو بتبي تطب من فوق القزاز بتطب ما عندك مشكله. وفرق اكيد في الوزن، اتوقع الشتري اثقل دائما. اي موتر الشتري دائما اثقل من الموتر المصندق صح؟ اكيد، بس عندنا في دينامات، وطبعا المصندق ما في دينامات، عامل الوزن يفرق. عندك دينامات الشتري اللي اقصد فيها طبعا. اللون هل هو جلاد مراكبه راعيه؟ لا، الموتر اللي انا اللي في هالحلقه او في فقره السبورت كان موتر بسعود، يعني اخترته من كذا موتر، لونه مميز، الكربون فايبر من ضمن اللي يطلبه الرجال يعني مميز في كذا، من تبطل عينك تحطها يمين ولا يسار تحصل كربون فايبر. هو الموتر من الوكاله يعني، من هاي من ضمن الاوردر اللي طلبه صاحب الموتر، لان شركه المرسيدس فتحت لك الخيار، انت شو اللي تبيه بتعبي موترك. والرجال طلب كل شيء، وزاد عليه اللي سالفه الباكج بريفورمس اللي تسمع صوته شلون كان يطرب. بس الحين بعد موتر قعدته شوي خلاص، اذا هم ضايقتك بسعود بنبطل لك الشتري، واقعد واطلع على كيفك. مشاهدينا في برنامج مواتر دائما عالم المواتر عالم متجدد، ونسمع عن مواتر مستقبليه. واكيد عرفت الفقره اللي هي فقره سبر مواتر. سبرنا في هالحلقه اللي هو الكادلك الاسكاليد. كادلك الاسكاليد تجدد شكله يعني بشكل كامل من برا ومن داخل، وبينزل في صيف 2014 على انه موديل 2015. وعلى طاري اختلفت انا ومحمد نفسه الحين على طول قطع كلامي، اختلفنا في شكله. محمد ما عجبته الوجهية، انا بالعكس عجبتني لانه مستقبلي وكلاسيك. لا بس لو تقارن بسعود كشكل طريقة الشبك مالته تذكرنا بالموديل اللي قبل الموديل الموجود 2014 2013، في موديل قبله الشبك قريب من بعض. هذا هو هذا طابع يعني المفروض يكون اكثر حداثه او اكثر يعني حسب ابي متجدد يعني. هذا هو الاسكاليد مثل ما تشوفون مشاهدينا نفس الجيمس اليوكن الجديد العادي او الاكسل او نفس السبربان الشفر، لكن على افخم منهم. ملاحظات بسيطه لو تشاهدون الاسطاب اللي ورا الطويل، ما ندري هذا طريقته كيف. لين السقف هذا ما ادري ينشمخ الاسطاب عنده ولا شيء بيبدل هالعمود. مشكله اذا هو يريوس في مكان ضيق ضرب شو اسمه بعدين بريك يعني ليت شطوله. و انا الصراحه طريقه الليت ما عجبتني، يعني في وجهه نظري انا طريقه الليت ما عجبتني ومقدمه الموتر، بس من داخل رقم واحد. نتفق مشاهدينا لو الموتر سبورت بيعجب محمد اكيد. على العموم الماكينه هي نفسها ما تغيرت 6.2، القوه حسب الموقع الرسمي 420 حصان، يعني زادت 17 حصان. واصلا مكاين الجي ام ناجحه يعني من زمان ولحد الحين. هو طبعا نفس الجير بسعود اللي هو 6 سرعات اللي هو موديل 2013 و2014 قبل الشكل هذا الجديد، نفس الجير بس اللهم اللي تغير بسعود داخليه الموتر وايد حلوه. بس اللي قريبه من الاي تي اس هذه اللي صغيره ايه؟ لاحظت انا القصه هذه. بس اللي لاحظته بسعود في الصور او اللي شفناها وطلعنا عليها بسعود ان الكرسي اللي ورا مفصول. هذا ما ادري هل ضمن الاوردر او على الطلب اللي تطلبه، يمكن انه اختيار او على قولتهم اوبشن يعني. اكيد احتمال. على العموم سعره مشاهدينا يعني نخبر الاصدار اللي قبل دخل في الـ200، اتوقع الكادلك اغلى منه بشيء بسيط كونه فخم. اللي قبله بسعود سعره تقريبا او نقدر نقول يعني بالضبط 69,000 دولار، يعني 255,000 ريال. يمكن هذا الكادلك يفرق شيء بسيط، يمكن هذا اللي بينزل بسعود بيزيد يمكن 10 او 20 تقريبا، لان التكنولوجيا واحده وكل تحديثاته يعني مو بذاك التحديث وايد يعني. اللهم الوجه خلفية الموتر والداخلية. نعم. وصلنا حق الكلاسيك. وأكيد الكلاسيك مشاهدينا طبعا من الفقرة المحببة لي وحق بسعود ولكم أيضا. وبسعود طبعا سمعت أنك رجعت طبعا حق التاريخ والتراث. حبيت أرجع المواتر إحنا هالجيل ما نعرفه.
نتعرف عليها أكيد. اكثر في فقرة هذه. في فقرة الكلاسيك دائما تهمنا العلوم الطيبة اللي خاوت اهلنا مع هالمواطر بالذات، وطبعا يهمنا تفاصيلها لكن السوالف تهمنا اكثر. فمعنا ضيف شاهدتوه من قبل في الموسم هذا وشاهدتوه كذلك في الموسم الاول، كونه ما شاء الله عليه موسوعة في المواطر واكثريتها قد عاصرها وعارف علومها. معنا ضيف حسين بن فالح الهادي، حياك الله بن فالح. يا مرحبا ابو سعود، الله يحييك. الله يطول عمرك. وفالح، ايش جبت لنا من المواطن؟ والله جايب لكم اليوم نوعين من اللي نسميه احنا البيوك، او باسمه الصحيح البويك، بس هو البيوك احنا نسميه البيوك. في الخليج؟ نعم، في الخليج وعلى مستوى تقريبا الوطن العربي يعني. ففي نوعين جبنا لكم، جبنا لكم الوايل كات الافخم طبعا في 8 اللي هو 8 سلندر، ومركب حكام صراحة البيوك. لا. وجبنا لكم السبورت اللي هو سكايلارك باب واحد. الحين ذكرت أنت السبورت، ينقز لي محمد بيقول لي ليش قدمت هالموتر سكايلارك. لازم تبرر ليش جايب السكايلارك. والله السكايلارك بعد له شعبية، سكايلارك يعني موتر سبورت. نعم. إيه هو ال 64 أو 63 هذا كان له صولات وجولات يعني. نروح ونشوف صولاتهم وجولاتهم مع بعض، ودنا نسولف مع المواطر وحنا قريبين منها. أبرك ساعات. حيث. تفضل. أبو فالح، هذا اللي قلت عنه الفخم، من شكله يبين فعلا فخم، بس لازم يعني تهمنا المواصفات. هذا من أفخم البيوكات اللي هو الوايل كات. يعني هو والإلكترا. هذا جي 400 ماكينته و 455 جير تيربو 400 ما شاء الله. ايه فل ابشن. بس انت تشوف الشعار واللفسم وايلد كات او الدفع على قولتنا. ايه موتر فاخم، كيف ركب الاسم على هالموتر الفاخم؟ هم تقريبا عندهم الاسامي، يحبون الاسامي اللي يسمون السيارات عليها. يعني هو اعتقد ان القط المتوحش. ايه؟ انه وحش الموتر. وحش. بس الموتر يجي كوبيه يعني؟ يجي كوبيه ويجي اربع بيبان. ايه الوايل كات. ايه لا اربع بيبان، لان اللي عندنا كوبيه وكشف اكيد يجي. ويجي كشف. انزين. وهذا في السبعينات يعتبر من ضمن المصل كار، يعني 455 الجي اس اكس ولا الجي اس ستاج 1 كان فيه باور يعني ينافس المبار وينافس الفورد. مبار اللي هو شركة تزويد الدود شارجر والشلنجر. ايه 455 تكلم عن مكينة 7000 سي سي تقريبا او اكبر يعني. طبعا. وانواعه الجي اللي يجي الجي اس ستاج 1 والجي اس ستاج 2 والافخم فيهم او الفل ابشن فيهم والباور اللي هو الجي اس اكس. وهذا يجي انواع ولا نوع؟ الوايل كات لا، الوايل كات يجي باب واحد ولا اربع بيبان، بس ان الوايل كات يجي 400 و455 وفيه باور يعني، لكن مركب حكام الوايل كات. نعم. فمن كذا وصلنا الخليج والدوحه. طبعا الناس تحب العلوم. تحب، هذا كان مركب الشيوخ البيوكات يعني، الحكام في الخليج كلهم عندهم بيوكات. من الستينات. من الستينات. في شعارات غزل أو قصيدة، في قصيدة مشهورة في البيوك يعني أنا أسمعها وأنا يمكن عمري 8 سنين يعني. وأنا نعم. عطنا إياها. وطاهر إنها الوحدة يعني. فتقول عقب الكداء يحن قلبي حنين بيوك لعشقوله على الثاني في تختخ فرملة مفكوك سواقة وليد سوداني. صح الله لسانك، صح الله لسانك قايلة. ومن يقول؟ بس شكل القصيدة وراها قصة مع البيوك، قصة حب يعني واحترام. أكيد 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 هي لها موقف فيه يعني. عقب ما كانت تركب بيوك، لأن في بيت آخر بيت يعني فيها أنا ما كملته لك، عقب كذلك وركب بيوك واليوم نركب حمالي. حمالي اللي هم يقصدوا اللوري فيها الأغراض كلها. فعقب ركوب البيوك تركب في حمالي أكيد
في عشق البيوك. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك. قصص الكلاسيك ما تخلص، ولنا إن شاء الله مقابلات معك أو جلسات معك تذكر لنا هذا العلوم وبالذات القصايد اللي إن شاء الله. أبرك الساعات وأنا يسعدني طبعا. سعود وين طحت به الموتر؟ بعد من عند صديق البرنامج سالم سعيد المهندي، واللي احب اشكره ونشكره في كل حلقه لانه داعم حقيقي حق البرنامج وهاوي لهالمواتر بالذات اللي لها تاريخ وعلاقات مع هالقطر. اكيد بسعد، بس الموتر سكاي لارك صراحه ما يبين نبيوك. بقول لك ليش، شكله يعني وايد صغير، تعودنا البيوك عود نفس اللي كان معاك، احنا اللي لحقنا عليه الكبار، بس هذه احنا ما لحقنا عليها، فحبيت ان انا والمشاهدين اللي ما لحقنا على نتعرف عليه صح. نعم، بس اقول لك يعني عرفت انه بيوك من لحظاك، ترى الثاني سكاي لارك ما عرفت انه بيوك لانه وايد صغير. الوالد كات ما ادري اللي اسمه مش راكب على شكله فخم والاسم متوحش. على العموم مشاهدينا وصلنا لختام الحلقة، أحب أشكر إدارة فندق سان ريجز اللي صورنا فيها الستون الرابد، وكذلك أشكر شركة الأفق اللي عطتنا هالسيارة الحلوة. أكيد يا أبو سعود، نشكر محمد راشد الكبيسي راعي السلس يعطيه العافية ما قصر، ومضمار الشحانية اللي وفرونا المكان وصورنا فيه السلس، والشكر الدائم حق جراج سوبر تشارج اللي دوم متعاونين معانا يعطيهم العافية. وصلنا لنهاية الحلقة، تابعونا في حلقة جديدة ومواتر جديدة في عالم المواتر، وقواكم الله.